يمكن زي ما احنا شايفين العناصر اللي موجودة في التصميم. اسم المعرض اولا يعني هو طبعا على قمته من تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح الاقليمي على مستوى الدولي. سعيد ان انا موجود معاك النهارده، سعيد جدا باختيار البوستر العظيم ده. اتمنى ان يكون اضافه، اتمنى يكون رجوع تاني لاحساسنا الوطني والمصري بالنسبه لاي بوستر. واحنا يمكن بنقيس الموضوع ده دايما سواء النجاح الملصق او البوستر من عدمه، بنقيسه بانه دايما لما بيكون متعلق في الشارع واحنا بنقود سياره او راكبين داخل مركبه بسرعه، ان احنا ازاي نلقط المعلومه منه بسرعه بدون ما نحتاج ان احنا نتوقف عشان نقعد نشوف التفاصيل الموجوده. وده من اهم اسباب خاصه بالفنان المتقدم للبوستر وهو الفنان محمد اباظه. العنصر الزخرفي او التشكيلي او الجزء التشكيلي البصري اللي موجود في البوستر عباره عن مجموعه من النخيل مرسومه بطريقه الفن الشعبي زي اللي احنا بنشوفه طبعا على جدران البيوت في القرى او في الزخرفه في المناطق، واخده طبعا شكل افريقي بزخارف التركيه وشعبية. والنخل ده استبدل فيه